وللمزيد من المتابعة حول مبادرة بداية معا عبر الهاتف الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم، بعد التحية، تحسين النظام الصحي بيعد من ضمن محاور المبادرة الرئاسية بداية جديدة، ما هي خطة الحكومة لتنفيذ ذلك بشكل فعلي؟ يعني اعتقد انه زي ما انت اشرت، الحقيقه مبادره بدايه بتتضمن طبعا تعليم الصحه والخدمات وتطوير الخدمات، لكن كمان في الصحه الحقيقه فكره التامين الصحي الشامل، فكره رفع كفاءه المستشفيات والمراكز الصحيه والوحدات اللي كانت في جزء منها في حياه كريمه، لانه في 33 مؤسسه مع الحكومه في هذه المبادره المهمه، وبالتالي فتطوير المستشفيات ورفع الكفاءه جزء مهم جدا، وكمان تطبيق التامين الصحي الشامل. واعتقد ان رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحه اتكلموا في هذه الامور بشكل موسع، على اعتبار انه هذه المبادره اللي اطلقها الرئيس بدايه جديده بتمثل تركيزا على تعليم الصحه وبناء الانسان والقيم والوعي وتفاصيل مختلفه، والصحه طبعا جزء مهم جدا او عمود اساسي من التنميه البشريه بشكل كبير وبناء الانسان. نعم، المبادرة الرئاسية بداية جديدة أيضا بتستهدف توفير تعليم أفضل وتأمين عدد من فرص العمل اللائق وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية، برأيك إلى أي مدى بيسهم ذلك وتسهم المبادرة بالإضافة للمبادرات السابقة اللي أطلقتها الدولة من قبل في توفير حياة أفضل للمواطنين؟ وزي ما انت اشرت المبادرات الرئاسيه السابقه زي مثلا كبد وبائي، زي 100 مليون صحه، زي التقزم، زي مبادرات للاطفال والمراه وحياه كريمه، طبعا صفاتها جمعت كل هذه المبادرات. اعتقد انه التقريب والتقاطع بين هذه المبادرات وبعضها تمكن بالفعل من تقديم خدمات تعليميه افضل، خدمات التعليم والتنميه والاتصالات والانترنت وغيره، بالاضافه الى بالفعل الصحة والخدمات المختلفة المتنوعة في هذا السياق. نعم، أستاذ أكرم، يعني مفترض أنه المبادرة هتجوب كل جمهورية مصر العربية وستضيف للمواطنين الكثير، كيف يتم التعامل معها ويستفيد منها أكبر عدد ممكن؟ رئيس الوزراء اتكلم في الكلام ده النهارده في اطلاق المبادره من ساحه الشعب، والحقيقه قال انه المواطنين يجب ان يستفيدوا منها او يعني يقبلوا، والحقيقه في 33 جهه زي ما احنا اشرنا، بالاضافه الى انها فعلا بتنطلق في وقت واحد في كل محافظات مصر، وتتقاطع مع مبادرات زي حياه كريمه او غيره او 100 مليون صحه، وبالتالي فهي بتضاعف من قدره تقديم الخدمات للمواطنين فيما يتعلق بالتعليم من الاطفال للاعدادي والثانوي والجامعه وغيره، الذكاء الاصطناعي والتدريس والوعي والتعامل مع تحولات العصر، كل ده جزء مهم من بناء الانسان، بالاضافه طبعا للتركيز على التعليم والصحه والخدمات المختلفه اللي بتقدم للمواطنين واللي يعني يجب ان نستفيد بيها، وهي بتنطلق في كل محافظات مصر في وقت واحد مع انطلاقها من العاصمه الاداريه زي ما اطلقها رئيس الوزراء النهارده ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحه نفس الامر في حديثهم كان في هذا السياق بالضبط. صحيح. استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.